اسبوع جديد، ثلاث اسبوع جديده. طلعت الاسبوع ده اكتر مطعم طلبتوه مني، ايوه هو صبح كابر. من اكبر واشهر مطاعم الشرق في مصر كلها، مطعم جامد جدا، وتفتح المنيو كده تلاقي كاتب لك قصه صبح كابر كلها. اتولد 1969 في رود الفرج، وشهرته كابر دي اللي هو بنته الكبيره اسمها كابر، هو ده سبب تسميته صبح كابر. بيقول لك ان هو بدا بعربيه في الاول وفضل يتطور لحد ما اشترى مزرعه وبقى هو اللي مشرف عليها. و2016 اشترى الفرع الجديد اللي احنا فيه ده اللي هو الكبير، هو ده دورين كبار وكلهم ما شاء الله تيجي في اي وقت تلاقيهم فل على الاخر، الناس كلها متربسه امم يابا. وفي 2018 فتح فرع تاني في دبي، وعلى نهايه 2020 هيفتح في الكويت والسعوديه. فمن اكبر مطاعم مصر. جيت النهارده وطلبت المنيو كله تقريبا، واللي يعرف صبح كابر يعرف المنيو بتاعه كبير قد ايه، هيعرف يعني ايه تطلب المنيو كله في صبح كابر. تعالى بقى نشوف الحلو عندهم، ولا نص نص ولا اي كلام، عشان تعرف تاكل منهم ايه. واسعار تحط كلها النهارده شامله الضريبه وشامله كل حاجه دافش عليها حاجه. يلا بينا. ده طعم مسرفات مشكل، بينزلوا لك اول ما تنزل مسقعه وطحينه وسلطه خضراء ومش، وبينزل لك العيش تنقنق يعني لما اكل يجي، بيبقى مجانا مش بفلوس عنده سلطات. ننقنق كده عمل اكل يجي السلطات دي، نشوف ايه الموضوع. بسم الله. طحينه جامده مظبوطه قوي، مش ده حوار، ده تريل لوحده. خضره فريش وتوابلها نضيفه مسقعه. انا طبعا بحاول على استوى قد ما اقدر، ومن زي ما انتم شايفين امم وحاطين مزيكا وبتاع، في الدنيا صعبه جدا. طلعت بمسقعه بس وحشه دي مش حلوه. انا اخش في التقيل بقى، نبدا بالموجه الاولى. ده محشي وده شوربه كابر، بتبقى لحمة على كوارع وتقصيفة ريش، ده ربع ستيك، ربع كفتة، ده طاجن كوارع بالفتة، ربع ريش، حواوشي مشوي على الفحم، وده ربع كباب، حمامة محشية رز، سمبوسة جبنة، ممبار، ورقة لحمة. يلا بينا. طبعا الموضوع مبهوأ شوية، مش عارف ابدأ بايه ولا ايه، فنختار كده نبدأ بالشوربة. شوربة كابر، بصوا تقصيفة الريش اللي بيقول عليها،
ريش صغيرة بتاعت ريش، ريش رفيعة قوي. حلوة ودسمة جدا، بس ما فيهاش قطع لحم ولا كوارع، هي حتة صغيرة قوي اللي طلعت معايا، والباقي كله شوربة بس. بس جميلة شع السمبوسك، نقطة الضعف في اي مينيو شرقي غربي بموت فيها. وانا طالبها جبنة بس هو جابها لحمة، حلوة قوي قوي. الشوربة زي سنة صغيرة يعني، سنة صغيرة. خش بقى على المشويات. لا المحش الاول، شكوسة، حلو، تنجان، المحشي عادي مش واو، مش احسن محشي هتاكله في حياتك يعني، عادي خالص. خش على المشويات بقى، نبدأ بالستيك. لحمة حلوة متبلة كويس قوي، والشوى فيها باين، الشوي فيها باين. بنسعد الناس كلها. الشوية فيها باين حلو ومش ناشفة، جميلة. خش على الكباب. حد بيعمل عيد ميلاده باين، عم صبحي كابر. والله احنا شعب دماغ اقسم بالله. الكباب حلو بس ناشف سنة. مش جوسي قوي يعني، في ناس مش حلو صغيرة. خش على الكفتة. بص حجمها عامل ازاي الكفتاية. لحظة واحدة، لحظة واحدة، استنى. ده طاجن ملوخية سادة. الكفتة حلوة برضو بس برضو ناشفة سنة صغيرة. خش على الريش. جامدة قوي بس برضه نفس الحاجة، هو مختار نوع في اللحمة ناشف سنة، في دراينس شوية، في سنة نشفان. خش على الممبار. العشق وما وراء العشق. لا عادي برضه، الرز معجن شوية، تتبيلته حلوة طبعا وكله، بس مش الواو يعني، عادي. خش على رقة اللحمة برضه بالبصل والطماطم وبتاع، حلوة قوي قوي، والتتبيلة فيها واضحة وجميلة، حلوة جميلة والله. خش بقى على الحواوشي. اوبا اوبا اوبا. اللحمة فيه كتير جدا وواضحة وطعمها جميل ودايبة، وعكس بقى المشويات دي جوسي جدا، مع ان في العادي الحواوشي بيبقى ناشف اصلا، بس ده العكس مش ناشف خالص. تحفه كان انت، تحفه. خش على الكوارع بالفته. تعالي كده يا حبيبتي، بس بس بس. دي دولية بقى، دي دولية، دي ملهاش حل خالص. كارع نظيف، حتة تلات أربع حتت كوارع كبار، بيضة زي الفل، مفيهاش ريحة زفارة، مفيهاش ريحة وحشة، تتبيلة فيها تحفة. تحفة تحفة. جيب لك طبق فاضي كده تحط فيه الفارغ. خش على الفتة. حلوة قوي، بس القش اللي فيها مش محمص قوي، دايب، انما التومة اللي فيها والتسبيكة قمر، تحفة تحفة جميلة قمر. دول الملوخية بقى، ودن القطة، انا بحب اعملها ودن فيل شوية مش ودن قطة.
عشان ناخد اكبر قدر ممكن من الملوخيه. عظيمه يا مصر ارض اللواء. جامده قوي حلوه، بس ستيل برضو البرنس اقوى ملوخيه في مصر. البرنس دي طشه غريبه كده يا جدعان، والله عظيم طعمه عجيب خالص، يعني هو في حته وبقيه مصر كلها حته ثانيه. نبقى فين الكاسيت ده يا جماعه؟ خش على الموزه دي، القمر دي. طعمها تحفه، وعلى عكس المحاشي الفريك مش معجن خالص، طعمه جميل جدا، والتتبيله بتاعته جامده يعني تنين. انا قلت فريك، ده رز مش فريك، بس طعمه بالتتبيله قريب جدا من الفريك. جامده تنين، بس انا مش عارف ايه حكايه ان اللحمه ناشفه سنه دي، ايه السبب في كده؟ مش عارف. حلو قوي، بس صدر الحمامه ناشف سنه صغيره. ويسكي، الويسكي المشروب المشهور في كل المطاعم الشعبيه، بيبقى ميه السلطه وعليها الشطه. تضرب الويسكي، تبدا من جديد، ريستارت. خليك جنب هنا، نخش على الموجه الثانيه. ده ربع مشكل بليه، وده من اقوى الحاجات اللي ممكن تضربها من عند صبحي كابر، يعني ما ينفعش تيجي ما تطلبهاش. ده طاجن بطاطس باللحمه طبعا، ده طاجن بصل باللحمه برضو، ده طاجن باميه باللحمه برضو، ده طاجن مكرونه بشاميل، وده ربع كبده جريل، وده ربع سكوق جريل، وده موزه طاني ينزلوا معاها رز بالشعريه، وخمس وحدات بطاطس. يلا بينا. انا سعيد والله العظيم، مبسوط جدا، بس يعني بحاول الم نفسي عشان حوالينا ناس كتير، فلو افورت انا اتفضح. انا عاقل، انا عاقل. خش بقى على مكرونه بشاميل، قاعد مسبوق زنقه سودا باين عليها الموتزاريلا غرقانه فيها. اوه اوه اوه، بشاميل مش موتزاريلا، ده بشاميل لحمه مفرومه تم فيها زيتون، جامده قوي قوي، لا عظيمه. جيب العيش ده جنبي كده، خش على ايه بقى؟ خش على ايه ولا ايه؟ ربع مشكل بليه عشان نفسي فيه قوي. يبقى كبده ولحمه وكلاوي ومخاصي متطبخين بليه، قطع الليه واضحه اهي، مش عارف الكاميرا تبينها ولا لا، الليه اللي فوق دي. المخاصي عنده زبده، بس الكبده ناشفه سنه، هو ايه حكايه ناشفين النهارده؟ ما كانش كده كابر. اللحم مش ناشف، حلو قوي. جات لك من تحت بقى عيش، طبعا العيش ده لو بتعمل دايت وتاكله طبعا، ده في بقى كل خلاصه الدهون دي. حلو قوي، بس الكبده ناشفه سنه صغيره، ناشفه شويه، لا حبه حلوين يعني. خش على الكبده، كبده جريل اللي هي بتبقى ورقه كبده زي كده، اللحمه الجريل عنده في المنيو اللي هي ورقه لحمه، واضح ان هي جوسي. ايوه بقى كده فرح قلبي. الكبده عامله ازاي؟ غرقانه في الصوص برضو، قطع الجريل ورقه في الورق الفويل ده، دي عالميه بقى. ايوه كده
حلو قوي دي قوي قوي، بهارات قويه واضحه. قلت لك معاك قطع كلاوي اهي، وقعت الكلاوي مجيبي. حلو قوي الكبده. خش على ورقه السجق. السجق سبايسي شويه وبهاراته عاليه كده، انا ما عجبنيش قوي السجق، فرمته مش حلوه، الفرمه بتاعته مش احسن حاجه يعني. التوابل حلوه طبعا ومدي سنه سبايسي، بس كفرمه وكنوع سجق مش عاجبني. خش على الطواجن، يلا نموت. جسمي بيجيب ميه من كل حته، معرفش ايه الخصله الزفت دي. اكل من هنا وحرارتي تضرب 1000. باميه، بصل، بطاطس. نبدا بالبطاطس. صابر اللحمه جوه اهي، حلو تسويته حلوه، والتوابل فيه مش اوفر، مظبوطه. حلو اللحمه بالبصل، وسط البصل قد ايه تتلحمه بقى كده، عشان ايه ده اللي بيعمر الدماغ ده، تضربه وتنام. الاجمل منه بكتير بقى، اجمل من المتصف كتير. حلو قوي قوي، اللحمه طريه برده مستويه حلو، والبصل مسكر سنه كده، طعمه حلو قوي. تضرب وتنام والله. خش على الباميه، باميه وبصل سبكه طبعا، قطع اللحمه اديها. ده حوار، ده جامد قوي 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 قوي. مش على الموزه بقى، انا من البلد دي، بلد ابويا وجدي دي، وانا من البلد دي، وانا من البلد دي، بلد ابويا وجدي جدي، وانا من البلد دي. الموزة عند صبحي كابر مختلفة تماما، الموزة عنده دولية يا جماعة، دولية أحلى بكتير من بتاعت البرنس، رهيبة. واحد يقول ليه واللي عليه. ليه ما تبقاش اللحمة عندك يا صبحي كده برضو؟ بص جوس ازاي؟ جوسي وقمرة قمرة. المشويات قصدي يعني، ما تبقاش جوسي زي دي كده ليه؟ حلو قوي قوي قوي. اضرب بقى الرز، بينزلوا معاها رز بالشعريه، دايب سمنه، دايب يعني ده سمنه هو عليه رز بالشعريه، تحفه. ده شويه بقى ملوخيه، حطهم على الرز بالشعريه ده، وادعوا لي. الملوخيه يا ولد، هي الملوخية فين؟ جيب لك ملوخية حالا. لا كان في ملوخية هنا. نور الدنيا حبيبي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورت الدنيا والله. 100 100 بجد والله. 100 100 والله. عجبك بجد؟ في مشكلة بس صغيرة. إيه هي؟ إن اللحمة ناشفة سنة صغيرة. ممكن يكون عشان دخلت بس عليها سنة مثلا؟ تخش. لا مش دي قمر. دي بص دايبة إزاي، دي جميلة. اللحمة اللي هي بتاعت الطاجن؟ الطاجن نشف سنه صغيره قوي قوي قوي. ممكن يكون عشان دخل نشف شويه في الفرن. ممكن ممكن. اللي فيه طبقه كده مش شماعه شويه. والكبده نشف سنه صغيره، سوري الكبده. الكبده ممكن شويه اللي جايه مع الربع اللي هي يقرص شويه على الجريل عشان ما تبقاش نايمه. ممكن. لا ملاش. طيب يعني ممكن يخلي لك يعني شويه كده بالظبط كده تبقى بالظبط بالظبط. حبيبي 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 يا كبير، ناس محترمه وذوق جدا. نضرب بقى الملوخيه على رز بالشعريه. الله 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 الله.
ليه يا رب ما تبقاش حياتي كلها اكل كده طبيعي؟ ليه افضل اكل في حشائش الارض طول الاسبوع؟ يعني ليه طيب؟ حلو قوي قوي قوي. انا مستغرب ازاي هما مش منزلين مع الملوخيه رز بالشعريه. رايي ان ينزلوا مع الملوخيه رز بالشعريه، لانهم نزلوا مع الموزه. حلو قوي مع الموزه طبعا، بس مع الملوخيه لازم ينزل مع رز بالشعريه. في ناس ما بتعرفش تاكل ملوخيه غير مع رز بالشعريه. انا كده دماغ تانية خالص بقى، الليفل تاني الانبساط. يعني انا عجبتني الملوخيه دلوقتي اكتر بكتير من ما اكلتها بالعيش لوحدها كده. تعملوها اوبشن برضه، مش تكلف حاجه اصلا. حلو قوي. نخش بقى على وحش الليله. ده زند محشي بينزل معاه سمبوسك وبطاطس محمره وممبار ولحمه بليه او كبده بليه على الوش من فوق، ومحشي ورز بسمتي من تحت. يبقى نازل على رز بسمتي، مفروش على رز بسمتي. صينيه كبيره كده تكفي من 3 ل 4 افراد. يلا بينا. صينيه عملاقه مش عارف اقعد بيها. دول اللحمه دي حلوه ومش ناشفه تقريبا، الباقيين كان قرص عليهم سنه في على الجريل. وادي الزند المشوي، زند محشي لحم مفرومه. تاكل ازاي ده؟ عايزين شوكه وسكينه. طيب طب على ما اجيب شوكه وسكينه، سموسه ولحمه برضه. سمبوسه جاب ان هي وصلت اخيرا. ما ادور عليك يا شيخ من اول الليله. جامده قوي الجبنه، اجمد بكتير من اللحمه، عظيمه. محشي فلفل بحبه قوي، محشي الفلفل ده امي بتعمله جباره فيه. حلو ومشطشط، حلو قوي. رز بسمتي. اه يا حبيبي شكرا. جاب لي السكينه بقى، انا نقنف كله خلاص. خش بقى على الوحش ده. الوحوش تقابل على بيه. عامله ازاي الزند اهو، الدهون اللي فيه اهي، طبقه الجلد بتاعته، اللحمه مفرومه من جوه اهي. لا بس ده يجيب جلطه، ده تقيل قوي قوي طبعا. ده وليمه، يعني ده اللي يجي ياكله ما ياكلوش معاه حاجه تانية اصلا خلاص. بقول لك 3 4 افراد هو. ايه ده يا جماعه ده؟ زند دوني محشي لحمه مفرومه على رز بسمتي بالمكسرات والزبيب. الزبيب بس مش مكسرات. حوار حوار. طعم اللحمه الضاني باين باين فيه جدا جدا. هي متاكل لوحدها اصلا، دايبه دايبه جدا. لا بس ده عايز وحوش بجد، ده مش اي حد يضربه. الرز بالكبد كمان، بتقطع عليه كبد الرز. مش هتكلم والله، مش هتكلم. بتيجوا اربعه تطلبوا الزند ده، الصينيه تنزل لكم، كل واحد يدفع 100 جنيه يا بلاش والله العظيم. هموت هموت. لقيت عندهم حلو في المنيو، اسيبه رحت مديله. عمر حد قبل كده عرض لكم حلو في صبح كابر؟ بس نحن نختلف على الاخرون.
بيعملوا كنافة بالقشطة وحاطين عليها من فوق قطع مانجا. يلا بقى نرطب على قلبنا. كنافة محشية قشطة من جوه؟ تقطعك ازاي؟ كنافة ناشفة مش طرية. عايزين سكينة. طيب بنام ناشفة. العب يا سمكة. المانجا فريش جدا ونضيفة قوي، والكنافة مقرمشة المستوية حلوة قوي، لا محروقة ولا مضايقة كده، بصيصة جامدة جدا. في حتة من النص كده عشان يبقى القشطة باينة اكتر. والله العظيم عاملينها احلى من محلات حلوة بتعمل كنافة. لا فظيعة. المانجا مع القشطة والعسل اللي على الكنافة رهيبة رهيبة رهيبة. مش قادر اسيبها والله. نخرب بيت كده. خلاويص خلاويص حسبت وراحت فلوسك يا صابر. انت ما كنتش بتدور لاخر الشهر على فكرة. لكم بقى الخلاصة. شوربة كابر حلوة قوي، وبالنسبة لسعرها فمنطقي ان هي مبقاش فيها قطع لحمة وكوارع كتير، انما كطعم حلوة جدا جدا جدا. الممبار والمحاشي عموما الرز فيها معجن شوية فما كانتش الواو. سمبوسك اللحمة حلوة جدا بس كان مزيدة شوية صغيرة. مكرونة بشاميل تحفة. الموزة دي أجمد موزة في مصر كلها. صبحي كابر عنده أجمد موزة في مصر لحد اللحظة. حمام حلو وتتبيلته جميلة بس لحمته مش في سنة صغيرة. طاجن الكوارع دولي يعني من أجمد المرات اللي كانت فيها كوارع في حياتي، ما كانتش أجمد مرة. الفتة جميلة برضو معمولة حلوة قوي قوي. الزند المحشي ده لو انتوا شلة، اوعى تيجي تعمل الحركة اللي عملتها دي. لو انتوا شلة وأكيلة وبتحبوا الأكل الدسم والتقيل اطلب. ما كانش ابعد عنه خالص انه تقيل جدا جدا، جلطة مش هزار. المشويات عموما كانت ناشفة سنة، دي مشكلة. هو تقريبا يعني قرصوا عليها شوية، غير ان انا يعني رأيي الشخصي ان يختاروا نوع لحمة يكون جوسي اكتر من كده شوية. جوسي اكتر من يعني المهم بيختاروا لحمة حمرا خالص. لكن بتعمل لبسها شوية حتى الطواجن، الطواجن كلها حلوة برضو بالمناسبة يعني، بس نوع اللحمة حمرا هي مش ناشفة بس لحمة حمرا. لو ملبسه سنة كده مع الطاجن تبقى احلى واجمل وخليه يضرب اكتر من كده بكتير في الطعم. ده رأيي الشخصي. في ناس تقتنع بكده، ناس تقول لك لا مش هي كده حلوة. حواوشي عالمي حلوة قوي، واللحمة فيه مليانة وتقيلة، وكله ورقة اللحمة حلوة وتدبيرتها كويسة جدا. ربع مشكل بلية ما اتبسطتش منه المرة دي، مش زي ما باكله على طول. الكبدة فيه ناشفة شوية وكده حاجة دراي سنة صغيرة. طاجن الملوخية السادة حلو. طاجن الملوخية في مصر لا. تركوا طاجن البطاطا، طاجن البامية، طاجن البصل، التلاتة حلوين، بس نوع اللحمة لو جيت ملبسها بالنسبة لي يبقى أحلى بكتير. ربع كبدة عالمي، ربع سجق ما عجبنيش قوي نوع السجق. الكنافة بالقشطة واللي عليها المانجا عالمية دولية، ولازم لو جيت ما تيجوا تجربوها ما ينفعش تفوتوها. عالمي والله العظيم أحلى من محلات حلو كتير جدا. الخلاصة بقى ما ينفعش تفوت عنده خالص. الموزة، الكوارع، الفتة، الحواوشي، ربع الكبده الجريل حلو قوي برضو. المفروض في الطبيعي والعادي ان هو بيبقى الربع مشكل بالليه، بس النهارده ما اقدرش ريكومند، ما اقدرش اقول ان هو ده لازم تجي تاخده المره دي، كانش في سنه. لو في طبيعته العاديه يبقى ده لازم طبعا لانه جامد قوي عنده. والكنافه اكيد دي حوار تاني خالص. بس كده هي دي كانت ثلاث الاسبوع ده. هذا الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد طلعه جديده. اشوفكم على خير. يلا سلام. طبعا اكتر سؤال هيبقى بيتسال دلوقتي، طب مين اجمد، صبح كابر ولا البرنس؟ مين اجمد مطعم شرقي في مصر؟ بصوا الاثنين اقوياء جدا، والاثنين من اقوى مطاعم الشرقي في مصر، بس صبح كابر بيقدم انواع تانية ما بيقدمهاش البرنس. فلو هنقارن الاثنين اللي هما الاثنين بيقدموه فهيبقى بوجه عام الاثنين قريبين جدا من بعض، بس البرنس اقوى من صبح كابر. البرنس اقوى بشكل عام حجما وطعما من صبح كابر في كل حاجه اللي بينهم مشتركه ما عدا الموزه. الموزه عند صبح كابر اجمد موزه في مصر لحد اللحظه. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان دي اتقل طلعه اتعملت لصبح كابر في مصر كلها، بس نحن نختلف عن الاخرون خالص. احنا وحوش ما بنهزرش.